احنا نعمل وثيقة. الوثيقة دي موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية، نقول له رسالة من القلب. اسمحوا لي آخد دقيقة واحدة أقراها لحضراتكم، لأن هنوقع عليها كلنا بأسماء الأحزاب بتاعتنا، عشان نقول إحنا ما بنتكلمش وبس، إحنا عايزين بكرة أفضل لمصر. الأحزاب السياسية موجودة؟ أيوة موجودة. حضراتكم موجودين في الشارع؟ أيوة موجودين في الشارع. مش عايزين نسمع تاني كلمة أحزاب كرتونية، لا، إحنا أحزاب حقيقية، إحنا لينا ناسنا، كلنا متعاونين مع بعض، بنمثل قوة كبيرة، حضراتكم مش قليلين وناسكم مش قليلين. تحية من قلبي ليكم، اسمحوا لي أقول الرسالة دي. ثورة شعب انحنى لها العالم، إعادة مصر إلى المصريين. بهذه المناسبة يؤكد رؤساء الأحزاب السياسية استمرار دعمهم وتأييدهم لسيادتكم ومساندة المسيرة السياسية والاقتصادية من أجل بناء الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة وتحقيق أمال وتطلعات الشعب المصري في تحقيق النهضة الاقتصادية والنهوض بالوطن. يعلن رؤساء الأحزاب دعمهم وتأييدهم للقوات المسلحة المصرية والشرطة الباسلة الذين يقودون حربا ضد الارهاب وتطهير ارض مصر والحفاظ على امن واستقرار مصر وشعبها. وكما ذكرت سيادتكم ان الاوطان لا تبنى بالخواطر ولكن بالالتزام والضوابط، فاننا ندعم ونؤيد برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يطبق حاليا وهدفه تصحيح المسار الاقتصادي ووصول الدعم للمستحقين.